Hello beautiful ladies and welcome back to my channel. اليوم عندنا واحد الفيديو اللي غادي يكون super special. لأول مرة على قناتي غادي نهضر لكم على شي حاجة اللي هي personal. غنهضر لكم على شي مشكل ولا شي مصيبة ولا شي حاجة اللي هي وقعت ليا. فهي هذا الفيديو غادي يكون ماشي باش نتشكى عليكم ولا شي حاجة، بالعكس غادي يكون باش ناخذ منه واحد العبرة، باش نتعلموا منه شي حوايج فيه حكم اللي هي كبيرة، وغتعلموا منها بزاف الحوايج وغادي يساعدكم في حياتكم اليومية. أول مرة غادي نفتح لكم قلبي وغادي نهضر لكم على الموضوع اللي كان وقع ليا، اللي لقيت بلي بزاف البنات وقع عليهم لما مشوز، اللي هو موضوع الاجهاض. ومن بعد غادي نهضر لكم على مشاكل اخرى اللي هي مشاكل كبيره وكيفاش نتجاوزوها وكيفاش نكملوا حياتنا بحال حتى شي حاجه ما وقعت. يعني اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون اول حاجه بغيت نهضر معكم فيها، غادي نهضر لكم على موضوع الاجهاض اللي نتوما عارفين ومن بعد شنو غادي نديروا. ام غانا جيت ريدي وذ يو. ومن بعد غادي نوجد باش نخرجوا، لان اليوم الداي اوف ديال بدر وغادي نخرجوا نتسراو شويه. اخر الفيديو اكيد ما غادي ناخذكم معايا باش نبدلوا هذا الجو وهادشي كامل اللي غنهضروا عليه دابا، باش نولي لكم مناظر اللي زوينه بحال ديما. فاكيد الفيديو ديالنا غادي يكمل بطريقه ايجابيه بحال ديما. يعني هذا ما غاديش يكون ميك اب فيديو، فبلا ما نحتاج نهضر لكم على لي برودوي اللي كنستعمل ديريكت، غادي ندوزو نهضروا على داكشي اللي حنا باغي نهضروا عليه. فبالنسبه للناس اللي ديجا عارفين باللي انا مؤخرا مريت بواحد الازمه صحيه اللي ديجا هضرت لكم عليها، ويعني محتاجيت ما نهضر على المشكل، انا غير قلت لكم باللي عديت بواحد الازمه صحيه وكلشي الناس فهموا وعلاش كنهضر وعرفوا باللي انا درت اجهاض. بصح انا درت اجهاض بلاتي. غادي ندير واحد الحاجه لانه هاد الشعر خصو يرجع للور. سو كيف ما قلت لكم هذا للاسف كان ثاني مره كندير اجهاض. سو غنهضر لكم من الاول وغنهضر لكم على من اول اجهاض انا درته. فيمكن مره حطيت لكم واحد الفيديو، اكيد الفيديو اللي حطيت لكم اللي قلت لكم باللي كنت جالسه ما عليا ما بيا حتى عطوني فول. الفول اللي كانوا عطوني كانوا عطوني واحد الفول ديال مدريد اللي هي تيرن اراوند، يعني كتمشي وكترجعي في نفس النهار. هذاك الفول فيه 15 ساعه، يعني 15 ساعه ديال الفول، 15 ساعه في الطياره مشينا لمدريد ورجعنا في نفس النهار. يعني ما بقيناش، وعاده كنبقاو، لكن مع هذا الشيء اللي واقع مؤخرا هاد المشاكل ديال كورونا، فبقينا ما قديناش نبقاو تما ورجعنا في نفس النهار. انا شنو درت؟ مشيت مع 6 الصباح، رغم 6 الصباح وانا واقفه رجعنا للدار مع 6 الصباح اكزاكتلي، فهي 24 ساعه وانا واقفه على رجليا. انا هذاك الوقت للاسف ما كنتش عارفه باللي انا كنت حامله. انا واحد الحاجه هي ما يعني عمرني ما كنعرف راسي باللي انا كنت حامله ولا شي حاجه في الاشهر الاولى، حتى كيبداني يعني المورنين سيكنس وكيبدا الروحه من داكشي، انا باش كنعرف راسي باللي انا حامله. فهي انا لمده شهر ونص كتكون عادي بحال ما كنعرفش، ماشي ديما البيريود ديالي كتجي في وقتها، فداكشي علاش ما كنردش البال بزاف، اللي هي واحد الحاجه خايبه. دابا وليت كنرد البال كلشي، كل حاجه خاصها تكون في وقتها. فكيكم مشيت لهداك الفول، رجعت مع 6 صباح، جات فيا واحد الالام غير طبيعيه اللي انا فكرت بلي تكون الماكله ديال الطياره، حيت عاده الماكله ديال الطياره كدير ليا بصح وجيعات. فانا قلت يمكن هذا غير العياء وبلاص الماكله ديال الطياره، ما درتش في بالي حتى شي حاجه ومشيت ديريكت نعست. فنعست هكاك يمكن لمده ساعتين، ومن بعد كنحس بواحد الالم اللي هو غير طبيعي. من نفخت للاسف جاتني ايموراجي وعرفت باللي مشيت للسبيطار اكيد، وعرفت راسي باللي درت ميسكاريج ولا اجهاض. فهذه كان اول اجهاض درت. اكيد تقلقت وحسيت بواحد الزعل كبير 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 بزاف، ولكن امام طوب بقيت كنقوي راسي وكنقول باللي هذا غلطي لانه انا ما كنتش عارفه ودرت فول في 15 ساعه، فانا عرفت منين جاي داكشي. مهم قويت راسي وقلت ما علينا وان شاء الله الجاي غادي يكون احسن، وبلا ما ندير في بالي وبلا ما نستريسي راسي باش ما يوقعش نفس الشيء للمرة الثانية. فللأسف للأسف للأسف هاد الجسيمانات ولا شحال اللي دازت كانت هادي الميسكاريج ولا كان الاجهاض اللي غادي نديرو للمرة الثانية في اقل ما عاد شحال من شهر. هاد المرة كنت انا عارفة، يعني من بعد ما تعطلت عليا داكشي ودرت التست عرفت راسي بلي بوزيتيف، عرفت راسي بلي انا حاملة الحمد لله. فكنت فرحانة، رجلي كان فرحان، كلشي كنا تنوجدو. سو من بعد سيمانة باش عرفت راسي انا بلي انا حاملة، مشيت لعند طبيبة درنا لي زاناليز وداكشي اللي خصنا نديرو، وقالت لي بلي للاسف عندي واحد الحاجة اللي هي سميتها اكتوبيك بريغنانسي اللي هي حمل خارج الرحم، وحاجة اخرى هي كانوا عندي توأم. يعني للاسف كان عندي توأم ولكن كانت حملة خارج الرحم، ماشي كان واحد داخل الرحم وواحد خارج الرحم. فالجينيكولوج ديالي قالت لي بلي خصني ناخذ واحد قسم الراحة، خصك تاخذي انجكشنز، خصك تاخذي بزاف الحوايج وميديكيشن وشي تخبيق اللي خصني ناخذو. من بعد ما خرجت من المستشفى ورجعت للدار يمكن من بعد شي 3 جوغ وقع الاجهاض. فمشيت لعند طبيبة داكشي عرفت بلي واحد
اللي هو كان خارج الرحم للاسف نزل وصافي وبقى في الحال اكيد لانه كانت غادي تكون حاجه زوينه يكون عندك توينز وخا نعرف حاجه صعيبه امامته ولكن في العائله ديالنا عندنا توينز فانا قلت يمكن حاجه زوينه anyway فتقلقت اكيد زعلت شويه وداكشي ولكن من بعد قلت الحمد لله خليني نكون قويه وما عنديش بزاف ديال ستريس لانه مازال كاين بيبي لداخل وما بغيتش شي حاجه توقع. كنحاول نهضر هذا الموضوع بلا ما نكون ايموشنال بلا ما ندير شي حاجه بلا ما نبكي ولا شي حاجه. ناخذ بريك فوالا خدينا واحد البريك ديال الراحه شويه باش ما نكونوش ايموشنال بزاف. المهم من بعد قلت الحمد لله ما خصنيش ستريس راسي خصني نبقى نحس براسي مزيان لانه مازال عندي بيبي اخر وما بغيتش هذاك ستريس ياثر في البيبي الاخر. فللاسف من بعد يومين كنتفاجئ بواحد الايموراجي اخرى من بعد ملي مشيت لقيت ما كاينش نبض ولقيت بلي هذا كان ثاني ميسكاريج كندير وبلي البيبي اللي كان باقي حتى هو نزل. فهاد الشيء اللي اثر عليا بزاف وهاد الشيء اللي كان ضرني هذاك الوقت بزاف. مالكم شفتوا شي وحده تبكي وتدير ميكاب انا وهاد الشيء علاش كنت غلطت عليكم يمكن شي جوج سيمانات ولا ثلاثه لانه فريمون كان جاني واحد الاكتئاب اللي هو حاد وحسيت بواحد الحزن شديد حسيت بزاف د الحوايج وانا عارفه بلي هادي حاجه طبيعيه ما كنتش قادره نخرج ونعطيكم سلبيه واخا انا عارفه راسي دابا هاد الفيديو ما عرفت كيفاش غادي يخرج ولكن شوفوا انا عارفه بلي دابا ام تاكين ا مومنت وعارفه بلي نقدر نحزنكم شويه ولكن اللي جاي غيكون احسن. تبعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تخرجوا بالحكم اللي انا خرجت منها من هذا الشيء. شوفوا ماشي ديما اي مصيبه كتوقع لينا في حياتنا كتكون شي حاجه اللي خايبه بزاف الاوقات بزاف الاوقات ولا نقولوا حنا جميع المصائب اللي كتوقع في الحياه الا وكتخرجي منها بشي حاجه وكتعلمي منها شي حاجه. وانا بالنسبه ليا هذا الشيء اللي وقع تعلمت منه بزاف الحوايج فهمت بزاف الحوايج قلبت على بزاف الحكم تقربت من الله سبحانه وتعالى بالعكس. فانا كنشوفها هي اوكي مصيبه حاجه ضرتني بزاف اكتئبت لمده اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع ولكن من بعد كنحس براسي بلي رجعت اقوى من قبل. واخا تشوفوني دابا كنبكي هي واحد الحاجه اللي عاديه ما كاينش حد يقدر يهضر على شي حاجه هي بحال هكا سورتو الا كنتي كتسناها وفرحانه ليها وبلا ما تخرجوا لك الدمعات ولا شي حاجه. انا ديما صراحه كنصحكم اي وحده عندها شي حاجه ولا عندها شي مشكل quiet out يعني بكي خرجيه هذوك الدمع اللي كيخرجوا كيخرج معاهم المشاكل كيخرج معاهم داك الستريس كيخرج معاهم داك الاكتئاب وكترجعي فريش كيف ما كنتي قبل. اختار لي بدا انا عارفه بلي كاينين بزاف البنات اللي كيتفرجوا فيا بزاف السيدات اللي كيتفرجوا فيا دابا اللي دازوا من نفس الشيء لانه هضرت معكم ولقيت في الكومنت سيكشن لتحت بزاف ناس كيقولوا لي بلي حتى هما وقع لهم اجهاد بلي حتى هما وقع لهم مشاكل. ديما كنشوف كومنتس ديال الناس اللي عندها مشاكل تقدر تكون بحال الاجهاد تقدر تكون اكبر من الاجهاد اللي عندها خيانه اللي عندها فشل في الحياه اللي عندها يعني بزاف بزاف ديال المصائب اللي كتصيب. اول حاجه بغيت نقول لكم خاصكم تفهموا بلي هاد الحياه ما هي الا دار فناء وشقاء وابتلاء. يعني احنا في هذه الحياه ماشي لا في اون روز ماشي ديما غادي نعيشوا حياتنا فرحانين وكلشي غادي يكون غادي سموث. ديما كنقول لكم باللي الحياه ما هي الا يعني ضروري كاينين مطبات هوائيه هذه الكلمه ديما كنقولها لكم حيت بصح هذه الكلمه بصح الا عشتي ودرتي في بالك باللي الحياه كيف ما فيها حب كيف ما فيها سعاده اكيد وفيها ابتلاء اكيد وفيها مصائب اكيد وفيها حوايج اللي تقدر توقع لك في الطريق. الا درتي هذا الشيء في بالك وخليتيه في بالك غادي شي حياتك سعيده لانك عارفه باللي راه كاين هكا وكاين هكا. ومامطو ماشي كنقول لكم بقاو ديروا بالكم غير داكشي المصايب وداكشي اللي يقدر يوقع لكم بالعكس غادي تقولي باللي انا فاهمه باللي الحياه فيها زوين وفيها الخيب واكيد ما انا بحالي بحال اي انسان اخر غندوز من حوايج اللي خايبين ولكن ام لوكين فورورد ولا حاطه في بالي وكنشوف غير الحوايج الزوينين اللي حتى هما غيوقعوا لي. يعني ديما خليك متفائله لداكشي الزوين اللي غادي يوقع لك. حاجه اخرى هي خلي ايمانك بالله قوي وديما قولي الحمد لله كيف ما كنقولوا اذا اصابتك سراء فاشكر واذا اصابتك ضراء فاصبر وقولي الحمد لله لان الله سبحانه وتعالى عارف داكشي اللي انت ما عارفوش. بغيت نقول لكم بلي نهايه اي حاجه نهايه ديال اي حاجه كتبقى لينا في الحياه نهايه ديال زواج ولا نهايه فشل في الخدمه ولا فشل في اي حاجه ولا اجهاض ولا اي حاجه توقع لك في الحياه كتكون نهايه ديال واحد الحاجه ولكن ديما كتكون بدايه ديال شي حاجه جديده. كيف ما كنقولوا حنايا بيسيكلي بالعربيه ديالنا الله ما كيسد باب الا وكيحل بيبان. هذه خليها ديما في بالك. شوفوا من هذا الفيديو شنو بغيتكم تفهموا بغيتك تعلمي كيفاش تكوني امراه قويه واي حاجه تصيبك اي مصيبه ولا اي فشل ولا اي حاجه تصيبك ولا خيانه ولا اي حاجه تخرجي منها
اقوى من اللي كنتي قبل. كيفاش؟ انا نقول لك كيفاش. اول حاجه يو هاف تو لاف يور سيلف، خصك تبغي راسك. انا ديما كنقولها لكم حيت ما كاينش شي واحد اللي غيبغيك اكثر من راسك، انت خصك تبغي راسك. ثاني حاجه دلل راسك، يعني الا بغيتي تهيتي واحد اللبسه وكنتي كتجمعي على قبل شي حاجه اخرى، لا انا هي الاولى، علاش لا نشري راسي باغا هذيك الحاجه، يعني هذوك الفلوس اللي من غادي نخسرهم على من نخسرهم، على الاولاد نخسرهم، على الدار لا انا هي الاولى. بغيت هذيك اللبسه غادي تفرحني ناخذها، بغيت هذاك الماكياج غادي يفرحني ناخذه، بغيت نخرج لواحد البلاصه اللي زوينه اللي غادي تفرحني وغادي تشرح ليا قلبي نمشي ليها. لاف يور سيلف اند ساتيسفاي يور سيلف، تعلمي تفرحي راسك براسك. الا ما كنتيش انت سعيده في حياتك، الناس اللي اراوند يو ولا الناس اللي دايره بك ما يقدروش يكونوا سعداء معاك، حيت فاقد الشيء لا يعطيه. انت لما تشي فرحانه في القلب ديالك الداخل وما فرحانهش في حياتك، ما عمرك ما تقدري تفرحي الناس، ما عمرك ما تقدري تفرحي والديك، ما عمرك ما تقدري تفرحي راجلك ولا تفرحي وليداتك. الوغ انت اول حاجه هذه ماشي انانيه، بالعكس اللي كتبغيهم خصك انت تكوني فرحانه باش تعطيهم ديك الفرحه. حاجه اخرى اللي ديجا هضرت معكم عليها قبل هي learn to say no، تعلمي تقولي لا. لا انا ما نقدرش نشقى اليوم لانه ظهري كيضرني عييت، لا انا ما غاديش نغسل الحوايج اليوم لانه ما قداش عيانه باغا ناخذ الراحه لراسي، لا انا ما غاديش نجي على راسي ونوض وانا عيانه ونمشي نتقدى ولا نمشي نشوف هذيك فلانه حيت باغا تجي تشوفني، ولا نوض انا نجمع الدار ونقاد لانه باغين يجيو عندي الضياف وانا ما قداش على هادشي. لا تعلمي تقولي لا انا ما قداش، لا ما غادي نديرهاش. ما جات معكم على هذا الموضوع تعلمي تقولي لا. وقلت لكم بلي انا من اكثر الناس اللي كنت فريمون كنت ادى بزاف من هذا الموضوع ديال لا، لانه كنت ديما كنحاول ندير لامبوسيبل على قبل الناس الاخرين اللي هما اصلا ما مسوقينش ليا. شوفوا كاينين شي ناس اللي كيستاهلوا نديروا لامبوسيبل على قبلهم، وكاينين شي ناس اللي فريمون ما كيستاهلوش. قد ما انت كديري معاهم زوين، قد ما انت كتمشي فوق المستطاع ديالك باش تعطيهم، قد ما هما كتجيهم بحال هذيك خدمتك بلي انت خاصك ديري داكشي. الا ما درتيهش كتولي حس براسهم بلي راك انت ما كديرش خدمتك. نقولوا فور اكزامبل كادو، كتعطيو كادو ولا كتعاملي واحد الانسان زوين لانه انت واحد الانسانه زوينه، الا ما بقيتيش كتعامليه بديك الطريقه غيولي هو يتنفخ عليك. عامليني بديك الطريقه علاش؟ حيت هو ولفك بحال هكاك. الوغ علاش لا نحط راسي الاول ومن بعد نحط باقي الناس. الناس اللي يستاهلوا اني نعاملهم زوين نعاملهم زوين، الناس اللي ما يستاهلوش وكنشوفهم بلي كيستغلوني they are using me لا صافي حتى انا نحط واحد البارير كيف ما كنقولوا، نحط واحد الحيط بيني وبينهم ونقول لهم فوالا ها اللي عليا وها اللي عليك، دير ندير ما ديرش ما ندير. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هي اختاروا المعركه ديالكم. شوفوا حنايا في هذه الحياه كندخلوا باش ناخذوا معركه معركه مع الحياه، معركه مع الخدمه، معركه مع الراجل، معركه يعني ماشي بطريقه خايبه ولكن هي نقولوا حنا معركه. يعني راجلك اختاري المعركه ديالك مع راجلك مزيان. كاينين شي ناس اللي يستاهلوا ان نسمحوا ليهم، كاينين شي ناس اللي يستاهلوا ان نسيروهم، كاينين شي ناس اللي يستاهلوا ان نصبروا ليهم على الشخصيه ديالهم ولا الكاركتر ديالهم ولا الكريتيسيزم ديالهم، وكاينين شي ناس اللي ما يستاهلوش لانهم غيبقاو يستغلوك، لانهم غيبقاو يعاملوك بطريقه خايبه، لانهم غاديش يتبدل، لانه خانك مره غيخونك جوج، لانه كذب عليك مره غيكذب عليك مره وجوج وثلاثه، لانه هو كشخص انسان اللي كيخون وانسان اللي كيكذب وانسان اللي كيضر الانسان الاخر ما هو الا انسان ضعيف، وانسان ضعيف ما غاديش يتبدل. اختار لك انسان قوي اللي عارف راسو شنو باغي وعارف راسو فين غادي وعارف راسو كيبغي هذاك الانسان وباغي يبقى غير معاه. هو يقدر يكون فيه شي حوايج اخرى اللي كنقول لك صغار اللي نقدروا نتعاملوا معاهم، ولكن الحوايج الكبار اللي هو الكذوب الخيانه عدم الاحترام هادو ما يكونوش في المعركه ديالك. ما عندك ما تجيري بهم، هذاك الانسان ما غاديش يتمدن وما غادي يدير حتى شي حاجه. ما يمشيوش مع الخدمه ديالك، الخدمه ديالك اختاريتها هي المعركه ديالك. اختار الخدمه اللي انت باشنت يعني عندك واحد الباشن كتبغيها، اختاري واحد الخدمه اللي انت غترتاحي فيها، اختاري واحد الخدمه اللي انت تقدري تعطي فيها كيف ما هي، غادي تعطيك واحد السالير ولا غادي تعطيك واحد المرتبه ولا شي حاجه انت تقدري تعطي انت غتكوني فرحانه. يعني هادشي كامل اشياء خاصك تختاريها. من الاخر انا كنقول لكم حتى شي حاجه ما تقدر تدخل الحياه ديالك وتضرك الا وانتو عطيتيها الفرصه. بما انه نسينا الميكاب غادي نزيدو نديرو غير ماسكارا وغادي نديرو ليبستيك وغنديرو الهايلايت، صافي هادشي اللي غادي نديرو. سو فوالا درت ماسكارا خفيفه كيف ما كتشوفوا. شوفوا بغيتكم تفهموا شي حاجه بالنسبه لاي وحده غادي تدخلي علاقه جديده ولا غادي تدخلي عمل جديد، خصوصا العلاقات، لانه الناس اللي كيصيفطوا ليا زعما البنات اللي كيصيفطوا ليا في انستغرام ولا اللي كيصيفطوا ليا في يوتيوب كيهضروا ليا على الخيانه ديال الزواج ديالهم، كيهضروا ليا على الخيانه ديال الصديقات ديالهم ولا شي حاجه، راه داكشي ان بليفبل.
ما كنقول لكم حتى واحد ما يقدر يأذيك ويضرك الا انت ما عطيتيهمش الفرصه. حنا راه سبحان الله سورتو المغاربه ما كاينش مغربي اللي ما عندوش حاسه سادسه. ما كاينش مغربي اللي ما كيقدرش يقرا الانسان اللي قدامه. كيبقى في الانسان اللي قدامك راه كتقدري يعني ما كتحتاجيش يعني هو ماشي شي ذكاء خارق. كاين شي الناس اللي كيدخلوا لحياتك والله سبحانه وتعالى كيعطيك العلامه الاولى والعلامه الثانيه والعلامه الثالثه وكيقول لك بلي هذاك الانسان راه ما يصلح ليك. هذاك الانسان خصو يخرج. خصك هنا من العلامه الاولى تاخديها وتقولي بركه عليا. يعني حنا كلنا سبحانه وتعالى كنحسوا بالانسان الخايب وكنحسوا بلي هذاك الانسان من بعد اكيد المساعده ديال الله سبحانه وتعالى ودوك العلامات اللي كيعطيك كتحيق بلي هذاك الانسان راه واحد الانسان اللي خايب. الوغ علاش تخدي معاه بديك المعركه وعلاش تدخلي حياتك وعلاش تعطيه الفرصه باش هو يجرحك؟ شوفوا كاينين شي ناس اللي يستاهلوا الصبر ويستاهلوا صبري عليهم وتسنايهم يتبدلوا ولا تقولي تقحاولي تبدلي فيهم شي حوايج. كاين شي حوايج صغار اللي كيتبدلوش كاين شي حوايج الكبار ما كيتبدلوش. يعني الانسان اللي كيكذب وكيخون هذاك ما كيتبدلش. انا كنقولها لكم دابا يعني اي وحده كتفرجي فيا دابا راجلك خان ما غاديش يتبدل غادي يعاود يخونك مره ثانيه وثالثه ورابعه ما عمره ما غادي يتبدل. يعني انا تنقولها لك دابا ولكن انت قادره باش تسمحي ليه يهرس قلبك مره ثانيه باي اول مينز. الا كنتي ما قاداش على قلبك باش يتهرس مره اخرى حبسي داكشي. انا ما عمري ما غادي نقول لك لا سير قلبك على شي راجل اخر. لا قلبي على راسك انت قلبي على بحال نقولوا انا امل نقلب على امل نقلب على راسي انا نفرح راسي انا نكون راسي براسي نكون انا واحد الانسان الناجح في حياتي نخليه يندم على النهار اللي دار ليا فيه شي حاجه خايبه ليا كيفاش كنفكر. اما باش نقول راجل براجل كلهم في الزباله عادي لا مشى راجل نجي انا نجي سعادتي نجي نجاحي نجي كلشي داكشي اللي باغا نديرو لراسي داكشي اللي كنت كنتسناه شي حد يديرو ليا نديرو لراسي. كيفهم كاين الناس اللي كيدخلوا لحياتك ويستاهلوا انك تصبري عليهم وكاينين شي ناس اللي كيدخلوا حياتك وهما انت ما كتهميهمش ما هماهمش ما كتهميهم ولا حتى شي حاجه داخلين لحياتك باش يدمروك. هاد الناس خاصك توقفيهم عند حدهم من النهار الاول تحطي واحد البارير واحد الحيط اللي ما يقدروش ما يشوفوك. بعدي عليهم سواء كان زوج سواء كان صديق. صراحه راه كاينين حتى العائله اللي حنا اكيد ما نقدرش نقول قطعي علاقتك بالعائله ديالك ولا الاهل ديالك ولكن كاينين عائله اللي كيدمروا كاينين عائله. يعني انا ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم لا راه عائله ديما كتكون ولا الدم ولا داكشي التخربيق ديالنا والدوار وداك التخربيق الكبده وداكشي كامل نو كاينه عائله حتى هي اللي يقدروا يضروك يجرحوا يحطموا لك المعنويات ديالك. هذه حاجه عاديه. هادو حتى هما ماشي نقول لك بني واحد الحيط ما يشوفوكش ولكن غديري واحد البارير صغير غديري واحد الحيط هكا صغير يعني يشوفوك ولكن السلبيه ديالهم هذاك الشيء اللي باغي الخايب اللي باغي يعطوك ما عطيش لهم. يعني انت ديري اللي عليك لهم العائله ديالي نسول عليهم نحترمهم اكيد ما نعليش صوتي عليهم يعني نسمع عليهم ولكن انت نمشي في طريقي داكشي اللي باغي نوصل ليه نوصل ليه. شوفوا ديما كتسولوني كتقولوا لي في الكومنت واش حياتك كانت ديما هكا واش انت ديما كنتي فرحانه في حياتك كنتي انسانه قويه ولا كنتي دزتي من الطفوله اللي صعيبه ولا شي حاجه. انا ما عمرني ما نبغي نهضر جواب ديال السؤال ديالي غادي يكون ما كاينش شي وحده فيكم لا تكون دازت من داكشي اللي دزت منه. من اصعب من اصعب الحوايج من اصعب المصائب من اصعب ما نقولوش انا مصائب ولا مشاكل ولا شي حاجه بالعكس غير جرح طعنة مورا طعنة غير الناس اللي كيضروك واقرب الناس ليك انا دست من داكشي كله دست منه وهادشي اللي قواني وخلاني انا امل اللي انا دابا داكشي اللي خلاني ننجح في حياتي داكشي اللي خلاني نخدم. وانا مني كنت صغيره كنت كنخدم يعني مني كان عندي 18 انا خدامه وعندي سالير ديالي. دابا ما كنقدرش نجلس بلا سالير ما نقدرش نجلس بلا خدمه لا وديما خصني ضروري نكون يعني واحد الانسانه اندبندنت ديما نكون واحد الانسانه معوله على راسي. كيفاش تعلمت هادشي كامل؟ تعلمته من المصائب تعلمته من الطعنات اللي جاتني في ظهري وفي وجهي وفي قلبي وفي كل شيء. يعني مني كنت صغيره ما كانش عندنا مشكله ديال الفلوس ما كانش عندي مشكله ديال الفلوس ولا اي حاجه اخرى بالعكس الحمد لله انا من عائله مزيانه متوسطه ولكن قد زعما كانوا موفرين لينا كل شيء. بابا وماما بزوجهم في قطاع الصحه فبزوجهم موفرين لينا كل شيء داكشي اللي محتاجين اكثر. انا مشكله كانت عندي في الايموشنز انا وات واز ميسينغ ان ماي لايف ولا الحاجه اللي كنت مفتقداها في حياتي كانت الايموشنز كان نقول لكم المعامله الحسنه كانت الحب العطف هادشي اللي ما كانش عندي
هادشي اللي كنت باغا، وهادشي اللي علمني انا نكون واحد الانسانه قويه، نفرح راسي براسي، جات شي حاجه في بالي وبغيتها نشريها لراسي، نتهلا في راسي، ما كنعول على شي حد، يعني ما كنتسناش شي حد هو يجي يفرحني، ولا كنتسنى راجل اللي يدخل حياتي يعني قبل ما نزول. الحمد لله الله عودني من داكشي كامل اللي ما كانش عندي قبل، وداك كلشي، داك الحب وداك العطف اللي كنت محتاجاه بواحد الراجل الله يخلي ليا. الحمد لله كيبغيني، كيعطف عليا، كيخسرش ليا اللي بغيتها، كيعطيها ليا، الله يخلي ليا يا رب. وعائلته حتى هما الله يخليهم ليا كاملين من احسن ناس، وزعما من ارقى ناس في المعامله ديالهم وفي كل شيء. والحمد لله حتى من عائلتي دابا، حتى هما دابا ما مخليني محتاجه حتى شي حاجه. ولكن كيفاش بديت هادشي؟ هادشي انا اللي فرضته، انا اللي فرضته. يعني مني الناس كيشوفوك انت كتعطي لراسك، انت فرحانه مع راسك، انت يعني ما محتاجاش ليهم، يعني قادره تفرحي راسك براسك اوتوماتيكلي، حتى هما كيعطيوك نفس الحاجه. بغيت غير نقول لكم حاجه، الا كنت انت ما كتبغيش راسك وما كتهلاش في راسك، ما تعوليش على داك الراجل اللي معاك يبغيك ولا يتهلا فيك. الا كنت انت كيجي كيلقاك النهار كامل وانت كتحكي مريضه ونايضه، كتحكي وكتشقاي وما عرفت شنو كديري، وهذيك ما عمره ما غادي يحن عليك ملي غادي تمرضي، حيت عارفك قاده غتوقفي وغادي تنوضي تشقاي وغادي ديري داكشي. يعني انت ما كتحنيش في راسك، الو كيفاش هو يحن فيك؟ بالعكس، منين مريضه غادي نشد الفراش، كتجلس كيجي راجلي كنقول ليه انا مريضه، كتلقايه مسكين كل مره يجي يسول فيها، يعطيني الميديسين اللي عطاني الدواء ديالي، يعني كيعرف الوقت اللي كنكون مريضه راه هو وقتي. من الاخر من هذا الفيديو، هذا الفيديو بغيت يكون لاي انسانه كتمري بواحد الوقت اللي هو صعيب، اي انسانه خانك واحد الانسان اللي تتقتي فيه، اي انسانه كتمري بشي فشل عاطفي ولا ديال الخدمه ولا ديال الدراسه ولا سقطات ولا شي حاجه، اي انسانه فقدات شي انسان اللي هو عزيز عليها، سواء كان موت، سواء كان اجهاض، سواء كانت اي حاجه، بغيتك تسمعي ليا مزيان. عندي لك 5 ديال الحكم، الا فهمتيهم مزيان، الا اقتنعتي بهم، الا امنتي بهم، ما كايناش شي مشكله ولا شي مصيبه اللي غتصيبك في هذه الحياه الله يحفظ الا وغادا ترجعي قوة من الاول، الا وغادا تكملي حياتك. يعني ضروري ما اي حاجه كتوقع لينا تقدر تاخدي يوم يومين سيمانه كاع بكي عادي، خرجي كلشي داك الايموشنز كاع ديك السلبيه، خرجيها في البكا في الغوات في اي حاجه باغا ديرها، بالعكس عطي راسك عطي لجسمك، خليه يدير داكشي اللي باغا يدير، باغي يبكي خليه يبكي. ولكن هاد 5 الحكم ديما خليهم في بالك، راهم غادي يعاونوك. اول حكمه غادي نقول لك هي امني بمشيئه الله، خلي ايمانك بالله قوي. رقيت لكم هو يعلم ما لا نعلم، يعني يمكن شي حاجه اللي كتوقع الا وراها حكمه من عند الله سبحانه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما قلت لكم كيتسد باب وكيتحل بيبان، يعني ديما خليكم شاكرين لاي حاجه زوينه كتوقع لكم في حياتكم، واي حاجه خيبه كتوقع لكم في حياتكم الحمد لله قولوا فيها خير. ثاني حاجه غادي تكون عندنا الصبر، الصبر مفتاح الفرج كيف ما كنقولوا. ثالث حاجه بغيتك تفكريها مني تصيبك مصيبه ولا مني تصيبك شي حاجه اللي خيبه الله يحفظ، هي كفاره للذنوب. اي حاجه كتوقع لك في الحياه وكتضرك بزاف، فور اكزامبل هاد الاجهاض ولا شي حاجه وقعت لك بحال هكا، الله يجعلها كفاره ديال الذنوب. هذه حاجه خاصك تحطها في بالك، قولي الحمد لله، لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد خيرا بعبده عجل له العقوبه في الدنيا. يعني الله سبحانه وتعالى الا بغى لك الخير كيعجل لك في العقوبه ديالك في الدنيا، باش ان شاء الله يوم الحساب يكون ذنوبك خفوا. رابعا حاجه اللي انا عزيزه عليا سورتو مني كتكون الموضوع فيه خيانه ولا كتكون الموضوع فيه شي حد اللي ضرك في قلبك، هي اظهار حقائق الناس. سبحان الله في الشده في المصيبه في المشاكل كلشي كيبان على حق الناس، فريمون خاصك تحطيهم اندر بريشر، تحطيهم تحت الضغط، وكل واحد غادي يبان معدنو كيف ما كنقولوا حنايا. فبالعكس فما توقع لك شي مصيبه رجعي للنور، صبر وتفرجي، كل واحد غادي يحيد الماسك اللي كان حاط قدامك وغيبان وجهه الحقيقي. كما كنقولوا اذا جاء بلاء التجأ المؤمن لايمانه والتجأ المنافق لنفاقه. ودابا غادي ندوزو الخامس واخر حكمه. شوفوا هما الحكم راه كاينين بزاف، ولكن انا اختارتهم في 5 اللي هما من اهم الحكم. 5 حكمه غتكون عندنا هي نعتبروا هذا الدرس. الدرس ديالي اش داسك تهني فيه بلي الانسان ضعيف. شوفوا سبحان الله فيما كتوقع لينا اي حاجه في الحياه، اول حاجه كنديرو هي ضعيف يلتجئ للقوي سبحانه وتعالى اللي هو الله. اي حاجه كتوقع لينا في الحياه كتقربنا من الله اكثر واكثر واكثر، لانه هو
القوي سبحانه وتعالى هو اللي قادر يخفف علينا اي حاجه كتوقع لينا. فاي حاجه كتوقع لك كتقربك من الله سبحانه وتعالى، كتلقاي راسك شوفوا غير ملي وقع هذا الشيء اللي وقع ملي كنا في الكوارنتين، شحال ديال الناس كانت كتصلي وشحال ديال الناس كانوا مشتاقين غير يمشيو للجامع وحد سدوا عليهم، يعني تخيلوا بزاف الحوايج. ملي كتوقع لينا شي اف ولا شي مصيبه سبحان الله يسقط التعجرف ويسقط الجاه ويسقط الغرور، كتولي تحس براسك باللي انسان ضعيف جدا جدا وما كاينش اللي يقدر كان بروتكت يو، لكن ما كاينش اللي يقدر يعاونك ويهزك ويقاد النفسيه ديالك من غير الله سبحانه وتعالى. ديما ديما كتلقى راسك قريب من الله. فوالا هادو كانوا خمس حكم اللي قلت لكم ديما خليهم في بالكم، بليز كتبوهم في شي حاجه، عقلوا عليهم، فهموهم، اقتنعوا بهم، لانهم غيساعدوكم بزاف بزاف في الحياه ديالكم. من هادشي كامل من هاد الفيديو اللي بغيت نهضر معكم فيه ونتقرب منكم، بغيت اونطون تاخذوا منه شي حاجه اللي غادي تفيدكم في الحياه ديالكم. الفيديو ديال اليوم ما كانش باش نتشكى عليكم، بالعكس كان باش نفيدكم كيفاش انا كنكون انسانه قويه وكنتجاوز جميع المشاكل والمصائب اللي كتوقع ليا بحالي بحال اي انسان اخر. فكيف ما قلت لكم هاد الحكم وهاد النصائح اللي عطيتكم انا اليوم راه جد مفيده، غير ديروا بها. بحال هكا غنكون ساليت معكم هاد الفتره ديال النصائح وديال الحكم اللي كنا باغي نهضر معكم فيها، ودابا غادي نمشيو نخرجوا لانه بدا مازال كتسنى فيا. كيف ما كتشوفوا انا ديجا هاد الاوفرول اللي كنت خديتو من شيئين ديجا شفتو قبل، دابا غادي نمشيو يمكن غنمشيو للكايت بيتش، غادي ناخذ لكم لقطات زوينه وغادي نرجع نهضر معكم ونسد معكم الفيديو من بعد. سو يلا نخرجوا. انا باك، رجعنا للدار اخيرا. ما بغيتش نهضر معكم برا، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو اكثر. هالو بيوتيفول ليدي، ويلكم باك تو ماي شانل. يلا ساي اي لاف يو جايز، اي لاف يو جايز. ثم نسالي الفيديو ديالي، بغيت نسالي بشي حاجه اللي هي بوزيتيف. بحال ديما غادي نقول لكم ما تنساوش بلي الحياه كيفما فيها الفشل فيها النجاح، كيفما فيها الناس الخيبه فيها الناس الزوينه والناس الطيبه، كيفما فيها الخيانه فيها الناس اللي يفديوك بروح. هي شي حوايج اللي الله مكتوبهم علينا وما علينا الا نتفكروا الخمس حكم اللي انا هضرت لكم عليهم. الحياه فيها وفيها، وحنا اللي نختاروا فين بغينا نكونوا. كيفما كنقول لكم ايجابيه كتجيب ايجابيه، تفاؤل كيجيب السعاده. كيفما بقيتي كتشوفي في الحياه القدام كتفكري غير في الحوايج البوزيتيف وكتفكري غير في السعاده وكتفكري غير في النجاح، الله غادي يجيب لك السعاده والنجاح. وصافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون كان خفيف على قلبكم. اي لاف يو جايز سو ماتش، بليز 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 ما تنساوش ولا وحده من هاد الحكم اللي قلت لكم ولا وحده من هاد النصيحه اللي قلت لكم، نتمنى تاخذوهم بقلب كبير ونتمنى نتمنى نتمنى ديروا بهم. اي لاف يو جايز سو ماتش، وغنشوفكم في الفيديو الجاي ديالي بحال ديما.